أذكر نفسي وأذكر الأخوان الضيوف والسادة المشاهدين بعبادة عظيمة هي من أعظم العبادات ومن أجل القربات التي يتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى، خصوصا في هذا اليوم الذي كما ذكر الشيخ أنه يوم عيد المسلمين، ألا وهي كثرة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. فكما قال الأول: مما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت لي أحمد نبيا. فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لأبي بن كعب حينما قال: يا رسول الله أجعل لك صلاتي كلها، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا تكفى همك ويغفر ذنبك. سبحان الله، أعظم مطالب الدنيا وأعظم مطالب الآخرة مضمونة بإذن الله تبارك وتعالى للذي يكثر من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. فأعظم مطالب الدنيا كفاية الهم، أن يكفيك الله الهم، ولو وش فائدة الأموال وش فائدة القصور وش فائدة السيارات إذا كان الإنسان مهموم وحزين وكان ما ينام إلا على المهدئات، ما تفيده شيء. كذلك ما تفيده شيء إذا قدم يوم القيامة على الله تبارك وتعالى وهو مفلس من الحسنات بل محمل بالذنوب والمعاصي والآثام. فأرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحل وإلى العلاج، فقال: أكثر من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام تكفى همك ويغفر ذنبك. وأنا أذكر لكم بيتين لأخوي الشاعر القدير قرناس الشاطري أبو بتال، يقول: ألذ من درب المحبة والغرام، ولذ من شيء على الدنيا نبيه، تلاوة المصحف وتكثير السلام على النبي صلى الله عليه وسلم عليه. اللهم صل وسلم عليه. ونذكر إخوان المشاهدين والأخوات بالمشاركة في هاشتاج بيت الوداد.